نحن نعتبر أن الاحتلال الصهيوني يسعى في كل لحظة إلى إيذائنا وإيذاء أبناء شعبنا. نعم. ويوظف كل الوسائل التي لديه من أجل قتل أبناء شعبنا، من أجل تهجيرهم، من أجل البطش بهم طوال الساعة والدقيقة. الأمر في القدس، والأمر أيضا في الضفة الغربية المحتلة، والأمر أيضا كان في النقب وفي 48. وبالتالي هذا الاحتلال قائم على جرائم بحق أبناء شعبنا والإيغال في دماء أبناء شعبنا. نحن كفلسطينيون نعتبر أنفسنا في موقف الدفاع عن نفسنا وعن أرضنا وعن عرضنا وعن مقدساتنا. نعم. وبالتالي الاحتلال الصهيوني لم يتوقف في لحظة من اللحظات في جرائمه المتواصلة ضد شعبنا، ويركز الآن على المدينة المقدسة والقدس لمحاولة تغيير وتثبيت فكرة تغيير الواقع الديموغرافي داخل مدينة القدس، ويسعى إلى ذلك، وأيضا إذا أهلنا في جبل المكبر والشيخ جراح وبعض المناطق الأخرى، وإحكام السيطرة الأمنية على الضفة الغربية المحتلة من خلال وأد المقاومة إن صح التعبير.